بعديها العرضيه اللي بالزبط. عملها قفشه دي الهيدز اللي عملها امام عاشور، انما بعديها اتعملت العرضيه هنا اوديست ريحها مش ممكن 100% جول. وده ليه بقى؟ لقى الزحمه الكبيره جدا فنزل مودست على اساس طويل ممكن يلعب هيدز ممكن يعمل اي مشاكل بالنسبه للدفاع المتكتل. هنشوف اللعبه الثانيه مش معقوله يعني هي اتعملت بشكل كويس جدا وفرصه لا تضيع. الكره الثانيه نزول عمرو السوليه في الدفاع المتكتل دوت بتبقى محتاج حد يشوط من بعيد. الحقيقه يعني نزول السوليه كان مهم جدا في انه في الزحمه ديت سدد التسديد دي طبعا غير اتجاهها والمهم سدد ودي محتاج للتكتل الكبير دوت مش هجيب جول الا بالطريقه دي ولذلك نجح في التسديد في تسجيل الهدف المطلوب. ودي بقى تشوف لفها بشكل كويس جدا ممكن اتعملت باند ولا حاجه ولا عمل ديفليكشن مع حد لكن يعني دي برضه من ضمن يا كابتن طه لو يعني اشارك مع حضرتك في الهدف تحديدا يحسب لمحمد هاني انه لعب الكورنر بسرعه باك باس لامام عاشور فامام استغل ما هي شغل جماعي يعني هنا بس انا يمكن بذكر السوليه على اعتبار ان ده التغيير اللي تم وفكره التغيير وفلسفتها ان السوليه بيشوط كويس من بره 18 فهو نزله مع التكتل دوت لازم تشوط من بره نازل مودست على اساس طويل لكن هو عامل اسيست كمان جميله جدا لكهربا فدول تغييرين مهمين وحاسمين خلاف التغييرات الاخرى لكن المباراه ديت درس للنادي الاهلي لان النادي الاهلي كان لازم في الشوط الاولاني يخلص يعني دي شوف السوليه استقبلها ولف اوت اوف تيرن وفي الزحمه ديت ما قدرش شوف فاتت من الناس كلها عملت ديفليكشن في رجل واحد من اللعيبه لكن دي كانت مهمه جدا ان النادي الاهلي يتغلب على هذا التكتل يا اما بالكرات العرضيه والهيدز يا اما بالكرات التسديدات من خارج منطقه الجزاء ودي نجح فيها كولر في التغييرين الاخرين دولت. طبعا التغييرات كلها كانت تغييرات يعني ايجابيه الى حد كبير لكن النادي الاهلي درس كبير جدا لان الشوط الاول بعد ما طلع النادي الاهلي متعادل الداخليه في الشوط الثاني هم كان الاستحواذ لهم اكتر وابتدوا يشتغلوا بشكل هجومي مش بس دفاع بس وانطلقوا انطلاق كبير جدا ودي لازم النادي الاهلي يعرف انه الوقت اللي انت اطلق الحديد هو سخن.